انت شلون شفتي العمل الفرق بين الاعلام الحكومي والخاص الخاص دلع شويه لا بالعكس, شون بالعكس؟ الخاص هم يبونك تشتغلين تب يبونك تنجزين وما في وقت انت يعني الوقت ما في تقولي مثلا انا دوامي من هالحزه لهالحزه مم. شغلي من هني لهني مم. انت تحبين شغلك تنجزين يعني تشوفين ثمار هالانجاز هذا مم. وهالنجاح بالقطاع الخاص كثر ما تشتغلين كثر ما تشوفين نجاحك.